Ah, on a joué. يا الناس السلام عليكم مرحبا بكم في جاي بلاي بوين ما اليوم غادي نشوفوا معكم النوتر جيد كان سبق لنا درنا البيجنر جايد ديال البيزكس موفمنت وشوات الميكانيك ديال الجيم دابا غادي نشوفوا معكم لي ويبنز انا نعطيكم الراي ديالي وشنو هما اللي كيبانوا ليا مزيانين ولا لا ما اتفقتوش مرحبا لكم مونتر تحت وناقشوا بدون مكلبك يلا ندخل في صلب الموضوع اول واحد نبداو به هو جي 7 سكاوت جي 7 سكاوت سنايبر تقدر تلعب به حتى قريب حيت كتقدر تضرب بزاف فوق وفاش كدير ليها فيزور هنا كيولي سنايبر مخير وتركب لي لي زاتاشمنت ديالو حتى هو كيولي بلو بيرفورمون ولكن ماشي هو البريفيري عندنا هذا الترناتور المهم الا طحتي وطحتي فيه اللهم هو ولا والو هو مزيان مي بون شويه هذا ال 99 اس ام جي سي لو بريفيري ديال بزاف ديال الناس بحال فيس ستريمر غير هو عندك كيسالي لي قطعه صغيره ولا خاصك تحاول دير واحد اكستند ماك الى لقيتي الموف حيت هاد اللعيبات هادو على حسب لي كولور بيض هي الاولى ليفل 1 باغ اكزومبل الزرق هي ليفل 2 والموف هي ليفل 3 ديما الموف هو الاحسن هذا الاير 301 اير 301 حتى هو من لي فافوري ديالي ماشي حتى هو اللي من لا فافوري ديالي باسكو هاد الاير 290 كاين اللي كيعجبهم مي انا ماشي بريفيري ديالي اير 301 كيعجبني اكثر اذا ركبتي لي كاع لي زاتاشمنت ديالو الباريل اكستندد الفيزور و ستوك صافي الريكول عمول عليه زيرو شو دابا نيت بلا ستوك بلا داكشي شو الريكول ما كيطلعش بزاف كيف غير كتشي هذاك الشيء كيولي ما كيتحركش وكيدي هذا كيعجبني من لي بريفيري ديالي هنا عندنا البي 2020 المهم زباله ولكن لا تحتي فيه اللهم هو ولا والو الار او 47 صافا كي رافالي مع راسو ما كيطلعش بزاف تقدر دير به كلكو دوماج اجي نشوفو هنا المهم هادو كلهم اللي شفنا دابا كيستعملوا لايت امو هو هاد الصفر هذا اللي كتشوفوا فيه هنا هنا عندنا الفلات لاين المهم فلات لاين ماشي من لي فافوري ديالي ولكن تقدر تقضي بها حتى هي مزيانه هنا عندنا الهيملوك الهيملوك كاين اللي ما كيحملوش كاين اللي كيحملوه انا في البداية ما كنتش كنحملو لان كيضرب ثلاثة طقات وكيوقف كتكون ضارب مع الواحد كتضرب ثلاثة طقات وكتبقى تشوف فيه حتى كيقتلك ولكن شنو لوبسيون اللي لقيت زوينة فيه هو كنورك على بي وكندوز فاير مود سينجل وكنبقى نورك تبقى ترش ليا بنادم احسن ديما لا تحسي في الهيملوك ننصحك انا دوز سينجل مود انت وكيدي الدق مزيانه واكثر مع سينجل مود ما كيطلعش لك كتكون بريسيزيون فيه ناضيه طق طق شي صافا تقضي به هذا كيقول لي براول هو بي 90 كنظن بي 90 هذا كيفر واحد هذا اول حاجه زباله كضرب كيوقف وكيطلع ولكن فاش كتلقى ليه الهاب اب ديالو اللي هو السيلكت فاير تما كيولي الهضره مزيانه لان ما كيوش تقدر دوزو او مود اوتو ومود اوتو كدير اخويا الدماج كدير الدماج وكتبقى متيري في دقه ما كيحبش تبقى تسقي ديال البشره هنا عندنا اللونغ بو هذا سنايبر الا درتي ليه اللعيبه ديالو هنا ديال سنايبر هادي الا درتي ليه لوبتيك ديالو كيولي فيزي غير كيضحك وكتقدر دير ليه حتى سكور بيرسر هو اللي كيركب نيت الوينغ مان كينكريجي الشوت دامج الهيد شوت دامج الا ركبتي ليه كيولي يدي هاد الشوت شي كيدير وبالوينغ مان ما نعاودش لك شحال غادي يدي عاوتاني تاع كثار ماشي بالوينغ مان بالهاب اب سكور بيرسر صافا مزيان الا كانت مع سنايبر وكاين سنايبر ديرو في بالكم بان ماشي ايزي ايزي بزاف لان فيها هذيك اللعيبه ديال الدروب بولات خصك تهز شويه الفوق هما كيكونوا فيهم انا غادي نوريكم انا غنوريكم لي فيزور من بعد ديال سنايبر هنا عندنا سبيد فاير سبيد فاير ناضي بالهيب فاير شوف ما تبقاش دير بحال هكا تفيتي تشكي كتولي تقيل اون جينيرال هاد الجيم كلها
ما ننصحكش تبقى تفيزي قليل حتى بها انت جطاق ديرها وتحي ها مع تفيزي مع تير ما تبقاش ديك لعبة ديرها لا لا مشيتي فيها شحال كتكون تقال ولا الى كنتي قريب حداهم الهيب فاير شحال مرة جبت بيتين كامل اكثر الى كان عندك الاكستندد وشحال كيهز تبقى تشلخ ليا في البشر هنا الوينغمان هذا هو العزيز على الجماهير كدي الطق مزيان ولكن خاصك تكون عندك شويه مع الايم باش تلعب به لان ماشي ممكن لا هيب فاير سيتي بوزكري خاصك تنيش مزيان لبقيتي كتخر غادي فرقعوك ولكن راه نرفعو في الباتش الجديد نرفعو ولات فيه الطلعه بزاف شي كيهرب بزاف قبل كان مكانش كيهرب بزاف للدرجه ولا الفرق بين الدقه والدقه طوال شو دابا واش كان تيري كيتسنى شويه قبل لا كان كي بحال متريات بحال قلتي ديك الاوتوماتيك كان حسن ولكن هذا الا كان عندك شويه الايم سير ليه انت تشوف الستريم كلهم كيلعبوا اللي ما كيلعبش به حيت ما باغيش يبقى حكر عليهم وباش ما نساوش هادو كلهم كيستعملوا الهيفي امو هو هذا الخضر ما عاد كيدير الخضر الكتريك اوكي نقولوا الخضر الكتريك غنجيو هنا لي ويبن ديال الانرجي شتي شي كيدير طاطاطا شايبة تما الوغ الانرجي عندك الهافوك دارو جديد في هاد الميزاجور جديدة صافا عن الحاجة اللي مكنحملش فيه ولكن تقدر تحيدها بالهاباب هو هانت شو انا نورك دابا ويلا كيبقى يشارجات كيتيري شوف هانت اسمع ديك تك كاين واحد ديكالاج كيف انا بحال واش كندير بحال دابا داخل شي دار فيها الزكا كندير ها كندخل هاديك اللعيبة مشارجين كنتيري من برا السلام عليكم سينو الى هذا فيه دو تيب دو هابر فيه سيليكت فاير انه ما كتبقاش تيري غفال بحال هذه بحال دابا هو لان هو راه فيه غفال غير هو الغفال ديالو اكثر من الاخر اه السيليكت فاير ديالو كيدير العكس كيعطيكم مود رافال اللي فيه 5-5 وكيحبس وعندك الاخر اللي جولد بحال هذاك سيليكت فاير موف عندك الهابر في الجولد كيسرع عليك الشارج ما كيبقاش يشارج دغيا كيولي يضرب انستانت هذا هو اللي كيعجبني انا لقيت هذاك نقدر ناخذو ما لقيتش الجولد هوب اب ما نلعبش به هذا الديفوشن تقريبا الميم برينسيپ ديال هذا حتى هو كيشارجي في البدايه شوف الشاك كيبدا يضرب بشويه 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 وكيكسيري ولكن الا مشى تا ديمارا الجيم وقفو كيسقي ليا البشره الصاف هذا واخا يكون عندك الجيلي جولد ولا بيربل الا مشى تشد عليك اللين وديمارا يشرشمك غير هو كما قلنا خصك هذيك شويه ديال الديماراج ولكن حتى هو في بلاصه الهباب باش تسرعها الا لقيتي الجولد باش تسرعها مزيانه مخيره سينو كيدي الدماج والمشكل اللي كان عند الناس في هاد الويبن هادو ما كانوش كيستعملوهم هو ان كان هاد الامو هذا قليل ولكن في الباتش الجديد كثروه لان عرفوا بان الناس ما كيستعملوهمش بغاهم بداو يستعملوهم الور هذا سنايبر ديال انرجي امو هذا الانرجي امو سميتو بيستاش كراميل لون ديالو حتى هو زوين تريبل تيك حيت كيضرب ثلاثه دقات في خطره ولكن راه كيوعد وتقدر بزاف اللي كيلعبوا به حتى كلوز رينج الا خص يكون عندكم الايم زوين باق جبت به شحال من كيل هذا جبت به المرات تيمات كلها كلوز رينج ولكن فاش كتبغي تلعب به سنايبر كما قلت لكم خصك تضربوا الحساب البعد باش تخدموا على الدروب بولات تهزا شويه فوق من راسو باش تجير كاين واحد الميتراج في السكوب دابا نوريه لكم هادو الانرجي يلا ندوزو شوت جان ويبن اللي فيهم شوت جان امو اللي هو هذا شوت جان امو هو الاحمر الوغ عندنا هنا الايفا الايفا 8 ايفا اي تشانغول لك كاين اللي كيعجبهم وكاين اللي ما كيعجبهمش انا بيرسونمون كيجيني اوكي ماشي بزاف لان من بعيد ما كيديش بزاف ولكن من قريب كيدي كثر او سي نورمال قال شوت جان بحال هكا ولكن واخا هكا شحال من مره شو انت بليا ديكوفريت معكم حاجه اخرى ناس 36 و من بعيد 63 بغيت نقول 63 بعض المرات غير هو الشوت قال القلب ديالو انت فاش كدير تسنى شارجي شي فاش كتمنيش عندك هذيك الدواره خصك تجيبها فيه كلها
الا جبتيها كلها كتعطيك هذاك الدياغرام ديال بحال هكا، الا جبتيها في الجنب كتعطيك بحال هكا، وفي الجنب كدي حتى شي وزه شحال هادي 7 6 تسنى لا نضرب جنب 42 محيط قريب. بعض المرات كدي لي 7 الاخرين هادي كيكون عندهم سميتو شيلد. انا كتجيني عدي، ولكن الى لقيت هذا فينا هو البيس كيبر هو الفافوري ديالي، هو الكومبو ديالي اللي كيمشي مع اما 301 ولا مع الوينغ مان. اكثريه فاش كدير لي الهابابا ودعمي اللي هو سميتو تشوك كيولي شارجي كدير لهم الدم بالجهد. شو تحت 110 غير هذا الاخرى نوريكم لا ديفيرونس. لا ديفيرونس بعد الاولى هو انه كيدي كثر، الثانيه هو انها هذه اوتوماتيك تبقى مورك تبقى ترش فيهم، الوغ كو هو الاخر لا، هذا لا لا هذا كيضرب دقه بدقه تبقى مورك ما يضربش. ولكن عرفتي هذا واحد المره ضربوني بها الصاف من قريب كروز رينج وعندو الهابا في تشوك، داو ليا الشيلد كامل بربر ودخلوا ليا الدم. وي دقه في داك كروز رينج بهذا كيف الا كنتو تلعبوا كروز رينج هذا از ذا بيست اوف ذا بيست. الموزامبيك مهم خلاصة القول هذا هو الترو ديال الجيم، تقدر تجيب بي دي كيو ولكن واخا هكاك الترو ثلاث القرطاسات وما كيديوش بزاف ودغيا كيسالي وما تجي فين تشارجي تلقاهم صافي قتلوك الله يرحمك. الى كملت واحد الفيديو واخا بين اندياس ديال اونلي موزامبيك كيل اللوحه جبت بي دي كيل، ولكن المهم كتبقى ديما ما كتحملش هاد القضيه ديال غير ثلاث القرطاسات وخاصك تفيزي مزيان. المهم هذا تروح لقيتيه عدي بي، انا بين وين كنضرب كنفضل نضرب بي تيكو عليه هو كدي كثر يمكن ميبي. anyway اجي نمشيو ل ذا بيست اوف ذا بيست. هذا الكرابر، الكرابر اسيدي سنايبر ليجوندير كيطيح لك جولد عامر ناضي بقات وشوات ديالو. اذا كان عندك مع سنايبر هذا كيدير الدماج الصاط اللي الشاد ودقه وخصك تعاود تشارج. شي ضربتي واحد هيد شوت داون ديريكت ما كيعاودش مع الهضره، ولكن خاصك تشوف ها هو دابا عندنا لعيبه ديال سنايبر. انا نوريكم شكون بغا نوريكم قبيله سنايبر فاش كتفيزي شوفوا اليمين عندكم واحد لي نيميرو مشى اليمين لتحت في الميتراج من 100 متر لتحت ضرب في الوسطانيه، عندك 200 متر لتحت الفوق غادي تضرب في الجوج، 300 متر ضرب في 3، 400 متر ضرب في 4، 500 متر في 500 في 5. هذا هو البلان ديالي اللي كندير وجبونس هو اللي كيدير ابي بار دو طون. هنا عندك فوا 6 ولا وركتي على شيفت كتولي فوا 10 كتزيد تقرب. هذا هو البلان ديال الكرابر، هذا كيطيح غير في الدروب اما الدروب ديال سميتها لايف لاين ولا الدروب ديال الورد اللي كيطيح راسو. هذا الماستي هذا اتس ماي بيبي فاش كنلقاك ان شاء الله عرفتي شحال كيدي. اكثر فاش كنكون لاعب بلود هاوند كندير باق اي ام بلود هاوند سبيسيال وكنت مغادي بوف بوف عرفتي كتشلخهم 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 جوج دقات ثلاثة وش من ثلاثة جوج دقات الا كثرتي معاه اما كنتي كتفيزي الدماغ باي باي يا شيري باي باي. وال 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 ماستي بخطر غير هما كيكونوا هادو هاد لي جولد هادو كيكون عندهم سلاح محدود الا مشات سهلة ما عندك كيفاش تشارجي. وكيفاش كتبغي تلاح رد البالك هاد البلاصة الزرقاء هادي اللي كتقدر تلقى فيها الهاي لوت بحال هاد لي جولد ويبن. وسي ما نساوش القنبول عندنا التيرمايت كرينيت اللي فاش كتلوحها كدير العافية هاديك اللي بغيتي تخلي الناس يجيو عندك وتشوطهم. عندك الارك ستار كتلوحها وكتبقى 3 سكوند تيدوز شي واحد ولا داز كل 3 سكوند كديطونا وكدير الدوماج وكديزوريونتي كتستانيه. وكاين الجرينيد اللي كتفرقع الى واتي تسالي بنادم كدي الدم بزاف. بالنسبة لي هوب اب عندك البريزيشن شوك اللي كيدار في البيس كيبر والتريبل تاك وكيشارجي الدقة باش كيجمعها وكدي بزاف. سيلكت ريسيفر كيدار البرور ولا الهافوك باش كينيبلي ليهم الفول اوتو فايرين مود. سكول بيرسر كيدار في اللونج بول وينج مان وكيكريزي ليهم الهيد شوت داماج. تيربو تشارجر كيركب في الديفوشن والهافوك وكينقص من الشارج ديال الويبن قبل ما يبدا يتير. بالنسبة للفيزور كاين بزاف وكاين ثلاثة هما لي بريفيري عندي هو 3 فوا اشكو كرانجر بيربل هذا كيعجبني في الميد رينج. وكاين في الكروز رينج عندي ديجيتال تريت اللي هو ستان جولد اتاشمنت وكيبين لك لي زينمي اون روج.
aussi qu'il y a une Red Dot qui a joué la Beef Wingman le Peacekeeper, les mecs qui ont le champ de vision bien, qui est bien utilisé, qui est bien. Il y a aussi l'extended light mag ou l'extended heavy mag qui est utilisé pour la capacité de la cortasse et le weapon. Et pour les shotguns, il y a un shotgun board qui est utilisé pour le fire rate, ce qui fait que tu peux tirer la cortasse ou la cortasse plus rapidement que toi. Le bar stabilizer qui réduit le recoil, qui est utilisé pour le fire rate. Et le standard stock qui est utilisé pour le temps pour que tu peux aimer, qui est utilisé pour le temps pour que tu peux mode adi le mode aim. بالنسبة للأرمور عندك الهيد والبودي والنوك داون شيز والباك باك. ديما كتشوف لي كود كولور، بيض هو الأول، زرق هو الثاني، بيربل هو الثالث، وجولد هو الرابع. رغم بالنسبة لجير جولد كل واحد عنده واحد لابيليتي زايدة. بالنسبة للهيد فاست شارج، وبالنسبة للبودي اكزيكيوشنال، فاش كتفينيشي شي واحد كتزاد لك البودي شيلد كومبلي. وبالنسبة للنوك داون شيلد كتقدر تريزريكتي راسك لكن كتاخد الوقت. وبالنسبة الباك باك جولد كيكون عندك فاست هيل. وبالنسبه للنوك داون شيلد كينفع فاش كتكون طايح بحال هكا وكيبداو يتيروا فيك كتقدر تكوفري راسك كتكليكي بلا سوغي غوش باش كتخرج نوك داون شيلد وتكوفري راسك بالقرطاس على من يجيو هيلوك صحابك. فوالا سيدنا وصلنا للنهايه ديال هاد الجايد هذا وجيسبيغ كو شفنا كاع الحوايج اللي غادي يهموكم في هاد الويبن جايد. ولا بقات شي حاجه ما تنساوش تقولوا لنا في الكومنتير وسيدنا السلام عليكم.